بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح الجلسة. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة والغائبين عن الجلسة القادمة. الأخت الأمين العام تفضلي. شكرا معالي الرئيس. لا يوجد متغيبون عن حضور جلسة السابقة بدون عذر، ولا يوجد معتذرون عن حضور جلسة هذا اليوم. شكرا. ننتقل إلى التصديق على مطبطة الجلسة السابقة، فإذا هناك أي ملاحظات. إذن تعتبر المضبطة مصادق عليها. الرسائل الواردة، ننتقل إلى بند الرسائل الواردة. الأخت الأمين العام تفضلي. شكرا معالي. الرسائل الواردة: رسائل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة 38 من الدستور المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2023 بتعديل المادة 4 من القانون رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، والمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2002، المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، والمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم 7 إلى الفقرة جيم من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. شكرا. شكرا جزيلا. تشكلت لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس. طبعا احنا مشينا على أن نوزع الأخوة أعضاء المجلس على 4 أدوار انعقاد حسب برنامج معين، وهذا هم اللي بيكونوا موجودين، بالإضافة طبعا برئاسة النائب الأول وعضوية النائب الثاني في المجلس 10، يصيرون 11 تقريبا 12. الموافقون على لجنة الرد على الخطاب السامي؟ أغلبية موافقة. شكرا جزيلا. أخواتي وأخواني، عندكم طبعا جداول تشكيل اللجان، والحمد لله بأن يعني اللجان مستقرة وكل يعني بقى في لجنته، إلا أن هناك تغيير
بسيط فقط، إن اثنين من الأخوة الأعضاء تبادلوا لجانهم، اللي هو الأخ الدكتور عبد العزيز العجمان مع الأخ عبد الله النعيمي. عبد الله النعيمي راح ينتقل من التشريعية إلى الخارجية، والأخ عبد العزيز الدكتور عبد العزيز بيروح مكانه في التشريعية. هذا تقريبا التعديل الوحيد. فإن شاء الله يعني الله يقدركم تستمرون في عملكم الطيب، وطبعا احنا بنرفع الجلسة بعد شوية على أساس انتخاب رؤساء اللجان ونواب الرئيس. بقى عندنا البند الأخير اللي هو انتخاب تنويها في لجنة حقوق الإنسان. الأخ عبد الله النعيمي طلب أنه ينتقل إلى لجنة الشباب، والأخت السيدة إجلال عيسى بوبشيت أيضا طلبت الانضمام إلى لجنة الشباب. هذا بس لمعلوماتكم، هذا عرفنا مؤخرا يعني بعد ما وزعنا جدول الأعمال جاتنا هذه الطلبات. فطبعا أنا شخصيا أبارك هذه المبادرة منهم، والموضوع إن شاء الله عندكم أنتم، ما عندكم مانع أن يضافون إلى لجنة الشباب. فراح لجنة الشباب تكون 7، ولجنة حقوق الإنسان راح تكون 6. أظن هذا هو التغيير يعني الوحيد اللي صار على اللجان الفرعية وليس اللجان النوعية. الدكتور هاني في شيء؟ نعم معالي الرئيس، ما أدري يعني أنا طلبت تغيير أن أطلع من لجنة حقوق الإنسان إلى لجنة الشباب، بس ما أدري أن هذا شيء وصل ولا لا. طلبت من مين؟ لا في السيستم يعني بالإيميل. والله شوف الآن هو بس دي سؤالي، لأن ما لا لا أنا سمعت أوكي. التغييرات بس ما سمعت اسمه. لا لا أنت بالعكس، أنت ما شاء الله عليك شاب وقادر على أن تعطي في هذا المجال، ولكن هي اللجنة 7. أي نعم. فاستكملت. أوكي إن شاء الله. إيه. في شيء آخر يعني استفسار؟ إذن إن شاء الله هذه اللجان نعتبر أن أنتوا وافقتوا، يعني إحنا بقدر الإمكان أقدر أقول 99%، مو 100%، 99% استجبنا إلى رغبة الأعضاء فالحمد لله. بقى عندنا إخواني وأخواتي انتخاب أعضاء 4 من أصحاب السعادة لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية. الحقيقة اللي طالبين المترشحين 9 والمطلوب 4، الأخ رضا فرج انسحب بقوا 8. الأخ رضا منفردي انسحب من اللجنة، إذا بقوا 7. إذا هم أكثر من 4 لازم نجري انتخابات لاختيار 4. إذا الآن الباقين 7. أخوان وزعوا الأوراق لانتخاب 4 أعضاء للشعب البرلمانية. Thank you.
حضور. أخوان ترى التزموا باختيار أربعة فقط، إذا حطيتوا اسم خامس تعتبر الورقة ملغية، لكن تستطيعون أن تختارون أقل بس لا يزيد عن أربعة. مستعدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي تلاوة الترشيحات. دكتور هاني الساعاتي، علي الشهابي، طلال المناعي، علي الحداد، الدكتورة جميلة السلمان، السيد طلال المناعي، السيد علي الشهابي، الدكتور هاني الساعاتي. علي العرادي، علي الشهابي، الدكتورة جميلة السلمان، الدكتور هاني الساعاتي. دكتور هاني الساعاتي، علي الشهابي، دكتورة جميلة السلمان، طلال المناعي، عبد الله النعيمي، علي العرادي، دكتورة جميلة السلمان، طلال المناعي، علي العرادي، علي الشهابي، علي العرادي، طلال المناعي، علي الشهابي، دكتورة جميلة السلمان. اوكي الحين دكتورة جميلة السلمان، طلال المناعي، علي الشهابي، علي العرادي، طلال المناعي، دكتور هاني الساعاتي، علي الشهابي، دكتورة جميلة السلمان، طلال المناعي، دكتورة جميلة السلمان، دكتور هاني الساعاتي، علي الشهابي. دكتور علي الحداد، علي الشهابي، علي العرادي، دكتور هاني الساعاتي.
عبد الله النعيمي، دكتور هاني الساعاتي، طلال المناعي، علي الشهابي. دكتورة جميلة السلمان، طلال المناعي، عبد الله النعيمي، دكتور هاني الساعاتي. دكتورة جميلة السلمان، عبد الله النعيمي، طلال المناعي، علي الشهابي. علي العرادي، طلال المناعي، دكتور هاني الساعاتي، علي الشهابي. دكتورة جميلة السلمان، طلال المناعي، عبد الله النعيمي، علي العرادي. علي الشهابي، طلال المناعي، دكتور هاني الساعاتي، عبد الله النعيمي. عبد الله النعيمي، طلال المناعي، دكتور هاني الساعاتي، علي العرادي. الحين هم حاطين الأسماء بأرقام وحاطين التصويت بأرقام أخرى. أخوان، كما شاهدتم على الشاشة، الفائزون طلال المناعي 34 صوت، الدكتورة جميلة السلمان 28 صوت، علي الشهابي 27 صوت، علي العرادي 25 صوت، وهذا الأربعة، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق ونبارك لهم ثقة أعضاء المجلس، ونتمنى لمن لم يحالفهم الحظ هذه المرة إن شاء الله يكون التوفيق حليفهم إن شاء الله في المرات القادمة. إذن الآن اللي راح يمثلون مجلسكم الكريم في الشعب البرلماني طلال المناعي وجميلة السلمان وعلي الشهابي وعلي العرادي. بهذا تنتهي الآن أعمال جدولنا، بس قبل ما أرفع الجلسة لاجتماع اللجان وانتخاب، جاني الأخ عادل المعاودة، الأخ أبو عبد الرحمن، وطلب الانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان. لجنة حقوق الإنسان 6، لو أضفنا واحد بيكونون 7 في حدود يعني العدد يعني المقبول، فإذا ما عندكم مانع أن يكون بيكون إضافة. وبهذا نرفع الاجتماع الحين الساعة 11 إن شاء الله، الساعة 11:30
راح نعود إلى هذه القاعة للاجتماع للإعلان عن رؤساء اللجان ونواب الرؤساء، فلكم التوفيق إن شاء الله. نرفع الجلسة. أخوان، نستأنف جلستنا اليوم بعد اجتماع اللجان وانتخاب رؤساء اللجان ونواب الرئيس. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الرئيس دلال جاسم الزايد ونائب الرئيس عادل عبد الرحمن المعاودة. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الرئيس علي محمد الرميحي ونائب الرئيس الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الرئيس خالد حسين المسقطي ونائب الرئيس رضا عبد الله فرج. لجنة الخدمات الرئيس دكتورة ابتسام محمد الدلال ونائب الرئيس دكتورة جميلة محمد السلمان. لجنة المرافق العامة الرئيس دكتور محمد علي حسن ونائب الرئيس جمعة محمد الكعبي. لجنة شؤون المرأة والطفل الرئيس دكتور فاطمة عبد الجبار الكوهجي ونائب الرئيس لينا حبيب قاسم. لجنة شؤون الشباب الرئيس رضا إبراهيم منفردي ونائب الرئيس طلال المناعي. لجنة حقوق الإنسان الرئيس الدكتور محمد علي القزاعي ونائب الرئيس علي حسين الشهابي. نبارك لهم ثقة أعضاء اللجان فيهم ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والنجاح. وقبل أن أنهي أرفع هذه الجلسة، لا، هناك اجتماع لهيئة المكتب إن شاء الله، فهل تفضلون أن نذهب فورا للاجتماع ولا تفضلون أن تأخذون؟ إذن الاجتماع في القاعة في مبنى رقم 5. في مبنى رقم 5. على كل بهذا تنتهي أعمال جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، وبهذا نرفع الجلسة.